صابون شامبو سراويل جلابيات ويدي ام علاوي ما تشوفينا يا ساتر الربع؟ قومي فازعين بدل ما تجابلين هاللوح. قومي فازعين فلان شال سراويل حق 6 شهور قدام. انت متأكدة بنسي مزرعتك اسبوعين؟ شكلني يومي بنتحول هناك. وحليلي يمي ما شليت شي. ها شوفت عينك هالشنطة ما فيها غير 4 سراويل. لا وشو عن الشنط اللي هناك؟ فكينا فكينا يمي متولها على ريحة البر وصوت الهوش وشوفت البقر. شوفت البقر يمي ما يبالها ضرب خطوط. ها شوفت عينك وحدة يمينك وحدة يسارك. ويعاه ان شاء الله بتعقين هاللوح ولا اكسر على راسك. قومي نشي واستوي دفاعه. اوف انزين شو تبغيني اسوي يعني؟ ها سيري حجرتي حدال الشبريه شي مدخل عدال المدخن بتحصلين غراش عود تحت الغراش بتحصلين الخزنه وتحت الخزنه يمي مندوس في سراويل هاتيهن بعد. سعيد على طاري خزنة اتذكرت يودي طلعت لك بطاقة بنك علشان ما تجلسين تحطين كل فلوسك داخل خزنة. هاي فيها الحين كل فلوسك مال شؤون وتقدرين تشترين أي شيء أونلاين. أونلاين شبابة يمي أنا البيزات أباها حق مير البيت. الحين بتيبين الصراوي ولا نسير المزرعة مشلحات؟ باكر من غبشة بنويه مو بتتحيرن هبابنا نوصل الضحى يمي. يلا في مال الله ربي حفظك. سلام ماما انا راجو مال هذا جنجل بس انت يقدر يغير اسم مال انا. يا ابوي بعطيك اسم مسلم بسميك موسى. مشكور ماما الحين لازم انت يشوف هذا جنجل مال انت جديد. لازم انت يزرع هذا جنجل لين ما يصير كبير. في داخل هذا جنجل رطب لومي حمبا وفي بكري بقر وفي باد بيت هلو. يا حافظ حد يصير المزرعة والمزرعة عندي في البيت؟ وابويه وابويه ما رقت من البارحة يمي. هشة وبحفوز فيك كل هذا من المزرعة؟ هي والله من المزرعة. ويه لحظة ويدي 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 وين سايرة بعد؟ ليكم بتي بي سراويل الحين ذاهبة توكلنا على الله. أنا أحبه وبعيد أصور
بطري خلني على جرح العتيد خلاص عافك الخاطر خلاص عافك الخاطر. ويدي موسى كملت 15 ساعة ألعب ما تشوف شيء تغير في المزرعة. وين النخل؟ وين الهوش؟ ماما ما في جلدي جلدي، انت يزرع لازم يسوي انتظار، اذا يريد جلدي جيب فلوس. جيب فلوس؟ اتشا ماما هاتي كريدت كارد مالنتي عشان يشتري تايم، بعدين هذا جنجل جلدي يستوي كبير وهلو. مشكور ماما، الحين جنجل يستوي كبير. على مزرعتي مشكور يا موسى، تعبتك وياي. ما في مشكل ماما. أم سعيد ها ردي على موسى يقولك بيسافر باكر وياس يوصلش على مزرعة. لا تحاتي يا موسى، المزرعة في عيوني، سير انت وشادي زين ان شاء الله. لحظة اندوك، ها صراويل حق حرمة مال انت زين. ماما جيب فلوس. ويدي توني عطت انك فلوس. ويدي بسم الله الرحمن الرحيم، انا بوش خرفتي ما عطيتي يعني. ويه سامحني يا موسى تخاديت. يودها الله يسهل عليك. Thank you.
جديد يبتين المزرعة عضلت يدي وانا احلبها البقر وهيم جاب لها اللوح لبركتن فيه ولا فيها انا موت وعرف ايش تسوي هالكثر تقرا؟ لا اكيد تلعب تلعبوا واخذ يا حرمة في اخر عمرها تلعبوا ويدي ليكون هاللعبة اللي كان خماس يلعبها وياهل يا ربي شو كان اسمها ايوه يترس ام خماس اسمها تترس الحين العاب الاطفال اتطورت ويقول لك يلعبون العاب تخليهم يطيرون طيارات صدقيه ويخوضون حروب صدقيه حتى المزارع تقدرين تزرعينها وتصرفين عليها ولا تصرفين عليها بعد ويدي بلاد عزبفل ام سعيد تلعب عزبفل وانا اعطيتها كريدت كارت جديد قوم نروح بسرعه يلا مسلوم ها ام سلوم موسى شو مستوي ليش المزرعه في هالحاله ماما كريدت كارد مال انت ستوب ولازم تجيب فلوس جلدي مني يريد كنزي مني يريد كلاس مني يريد بكري بيزات ما في كلاس جيب فلوس 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 بسم الله الرحمن الرحيم المزرعة بتموت بيزات بيزات لازم أحط بيزات ويتي اللوح وين؟ مضيعة شي حبيبتي؟ لوحي مكفول؟ ماما جلدي بكري موت جنجل موت كل شيء موت بسرعة تخيلكن حد يفتح لي القفل أم حلاوي حرام عليك خلي أم سعيد تلعبوا هاتي حبيبتي هاتي شو تسوين لا لحظة يا أمي خليني أوادعهم سامحني يا موسى سامحني ما يهون علي أشوف المزرعة تموت وهي حية سامحني ما في مشكل ماما كل شيء إن شاء الله يستوي تسليه No problem موسى مزرعة ما رديت أم سعيد نحن كملنا أسبوعين في المزرعة أسبوعين؟ مات المزرعتين الصدقية والكذبية وبشرش بعد بلستي لا بركتم فيها من اللعبة عطوني اللوح زين سويتي حبيبتي وإن شاء الله الله بيعوض عليك آمين يا أمي آمين ماما أنا يسوي ترتيب هذا جنجل يسوي كل شيء ترتيب أنت الحين روح بيت بس لازم تجيب شيء آمر يا موسى آمر ماما جيب فلوس